انا من المتحمسين جدا لفكره العربيات الكهرباء. هل لو انا طبعاً عملت مثلا طبعاً خطه للاستبدال ده احنا غزه نار الله، ولو الناس اتشجعت اكتر على انها تشتري عربيات الكهرباء، هل ده هيوفر لي مبلغ كبير انا كدوله في مساله استيراد البنزين على سبيل المثال؟ وهيوفر لي بالتاكيد كفرد يوفر لك ما يقرب من 50% من استهلاك الوقود في بند النقل اذا التحول الكامل من نقل تقليدي الى نقل كهربائي، موتوسيكل عربيه باص. انت متخيل حضرتك 50% من بند محروقات النقل؟ احنا كهرباء الطاقه في مصر بنحرق 90 مليون طن، نصهم بيروح محطات الكهرباء ونصهم بيروح للسيارات الصناعيه والنقل. انت توفر لا يقل لوحدك عن 10 مليون طن سنويا. اضرب الطن بحوالي $500، يعني نتكلم في 5 مليار دولار سنويا. ده الحد الادنى وفر. وفر زائد شيل عنهم كمان كربون طبعا. انت وفرت قدهم 3 اضعاف تقريبا الكربون. فانت بتحل ازمه رهيبه، والمواطن نفسه هيوفر جيبه يعني طبعاً. طبعا عشان كان حق الدوله عامله جهود كويسه. النهارده استيراد السيارات الكهرباء اعفاء جمارك 14% ضريبه القيمه المضافه والسلام عليكم بالظبط طبعا. وعلى فكره انا بقول لك يا عم دلوقتي مش ما برشحش شراء عربيات زيرو بنزين، لان خلال 5-6 سنين اوروبا هتوقف انتاج عربيات البنزين، كله هيبقى كهرباء. فانت النهارده العربيه بتاعتك دي هينزل سعرها. فنصيحه من دلوقتي، يا تشتغل هايبرد يا تشتغل كهرباء.